الحزب الاتحادي ويقول لك بلون وده كفاءة. كفاءة شنو يا راجل؟ بلا كفاءة بلا زفت. والحزب الاتحادي هو قاعد هنا في مصر، انتوا مجانين ولا شنو؟ شوفوا يا الشعب السوداني، اقسم بالله انا بقول لكم كلامي ده، الناس دي عاملينكم فار تجارب. وتاني شوفوا، انا دي نصيحتي لكم، مليونيات فئويه ولا هنا شغل ما ينفع. ان احنا كشعب سوداني يا جماعه ننظم نفسنا دي يا جماعه، اكتساح اول حاجه. وانا قبل كده قلت لكم الكلام ده، ارجعوا يا جماعه لللايفات في 2018 وفي وين وفي وين. ها شفتها؟ ارجع اللايفات ديك. ابو بكر انت يا زول امي عساك تمشي، انت امي بس اقعد عشان تستفيد، عشان تمشي ناس حركتك يقول لك، عشان تاني لما تجي هنا ما تتحرج، خليه يمشي يوروك تاريخ، قول لهم في واحد اسمه فلان الفلاني قال كده، وبعد ذاك تعال اتفاصح. لانك انت اجير ساكت يا اخي، انت ارزق سايمشي يا اخي، استرزق بعيد. كل يا جماعه الاشكاليه نحن كسودانيين، انا قلت لكم زمان، شوف ان احنا كسودانيين نحرس ثرواتنا دي. اول حاجه لو ناس الحريه والتغيير وحمدوك ده جاي يخدم السودان والكلام ده، قلنا اول حاجه ان احنا نشيل البلد دي شلل تام، ونشيل اي مؤسسه، لانه يا جماعه ما ممكن البلد دي عساكر ومرتزقه يسرقوا في ثرواته وجايين يحكموا وسايبين المواطن نهبا لله امن الحاصب. ودي خطه اساسا عشان تجي حكومه الطوارئ بتاعت العساكر، دي الخطه بتاعت المحاور كده. حكومه الطوارئ دي بشر بها برهان وبشر بها حميتي، وطبعا الدوم تعليمات يا جماعه بشروا بها من بدري جدا. وبرهان حكومه الطوارئ دي يا جماعه مشى لها زيارات مكوكيه اثناء بعد فضل الاعتصام والجريمه البشعه. ويمكن الزول بتاع اسمه منو جيبوتي داك واللبات ولا اسمه منو قال لكم الكلام ده زمان، قال اقسم بالله ما في ناس، الناس دي قعدت ما جابوا سيرة محاسبة، عشان كده غيبوا العدالة. عشان كده انا اللايفات اللي كنت بتكلم فيها زمان بقول لكم مستحيل يا جماعة الناس دي يقيموا عدالة، لانه لو اقاموا عدالة حقيقية والله كلهم يدعموا، مدنيين على عسكريين. وبالمناسبة السياسي المدني في السودان يا جماعة بيرتكبوا جرائم خطيرة جدا جدا، جرائم خطيرة جدا جدا. يعني أن إحنا الدولة السودانية دي لو حصلت فيها محاسبة سياسية للأموات والأحياء، والله في قيادات أحزاب تحكم بالإعدام، منهم من غدا نحبه ومنهم من ينتظر، لأنه هم سبب البلاوي دي. فيبقى أن إحنا يا جماعة لما بنتكلم في اللايفات، والله يا أخي نحن ما هدفنا حاجة، ما هدفنا، هدفنا أنه نحن نصلح هذه الدولة. ويا جماعة الشعب السوداني دي الدولة الوحيدة اللي أنا أضمن لك، أن أقسم بالله العظيم المواطن السوداني ده ممكن دخله يكون في السنة $1,000,000، وده حقيقة ما كذب، $1,000,000 وقاعد بمزاج. وأنا قلت لكم قبل كده في مليون خطة، والله السودان ده لو عملنا بس مع برطرق، نحن عندنا يا أخي الصمغة السوداني ده والله نمسكه كده نجيب العالم. لكن لأنه عندنا عملاء، عندنا معرسين جبنة، لأنه يا جماعة الزعيم لمن يكون جبان ودارين يورثون أولادهم. يعني هسه أنا بستغرب في القطيع بتاعه، معلش هم بيزعلوا، لكن يا جماعة القطيع ده عمل منظم زي الكيزان، طبعا ماشيين ورا حسن البنا، خلاص ما بيؤمنوا طب خلاص ده ما بيفكر ربنا يا اخي، ربنا ده ذاته شفته اصله ما خاطب بالعاطفه، ربنا ده ذاته العمل الدين ده، والدين ده فيه حاجات معجزه خاطب العقل. اكثر خطاب في القران وفي كل الديانات دي كان موجه للعقل يا اخواننا، ما موجه للعاطفه. عشان انا امشي لي ورا انسان انه هو مطلق بيملك المعرفة، وأنه ده الزعيم وده السيد، وأنه خلاص الأسرة الخزعبلات الحاكمين بها الدولة السودانية دي المجرمين دي يا جماعة خلاص انتهت. انتوا الشعب السوداني وحياة الله هتكونوا فار تجارب لهم الدين، أي حاجة تاني حيجربوها فيكم، وحكونوا جعانين ومشردين وثرواتكم يا أخي أكتر ذهب بتنتج
الدولة السودانية الذهب بتاعنا يا أخي بيسرقوه، ناس حميدتي بيسرق باتجاه، وناس برهان بيسرقوا باتجاه، وبتاعين الأحزاب بيسرقوا باتجاه، وبتاعين الحركات بيسرقوا باتجاه. ده ما قاعدين نشوفه بخش للمواطن. المواطن يا أخي يلهس يلهس. يبقى الشعب السوداني أن إحنا يا جماعة والله يا ابو بكر ده هبشتك انت طبعا. اللذيذة انك بترجع تستشير قياداتك وتجي راجع لي هنا ترد. انا بتكلم بانه عارف المواضيع دي كلها، انت بالك اسع انا اطلعك هنا كده تعال قول لنا اسع، قول داير فرصة اجيبك تعال ودينا وجهة نظرك، لكن لانكم جبنا ما بتواجهوا ما بتواجهوا. انت بس تقعد خليك زي ما انتوا قاعدين واي واي سووا لنا. انت بس طوالي هذه مكانتكم، الشمال النيلي عمل لينا، ما عارف العرب عملوا لينا، انت اميعه غشونا، اللي بيكون معاكم مجرم ده فلنجاي، وانت مستعبد لحد الان يا اخي. انت مستعبد، حرر فكرك، حرر نفسك. حرر نفسك وتعال اتكلم، لكن انت مستعبد. غير البكا عندكم شنو؟ وغير التسول بالدماء أهلكم، قاعدين تسولوا وعايشين على التسول بتاع دماء أهلكم يا أخي. في مصر دي، في مصر دي عشان أوريك الوساخة، وجبنا لكم في لايفات تعال شوف أوريك الوساخة. في مصر دي أنتم مقسمين نفسكم على قبائل وروابط والأمم المتحدة وده من قبيلة ده وده متول. يا أخي سيبوا الوساخة، في بعتوا اللاجئين هنا في مصر دي يا أخي، بعتوا اللاجئين في مصر. انتوا بشر؟ واحد يجي يقول لك ناشط ناشط، انا ناشط ناشط بتاع ميتينك، انت كذاب ساكت. انت تحكم منه؟ انت قادر تحكم نفسك؟ انت قد احكم نفسك اول حاجه، انت بتحكم من والله انت ما تحكم. انت تحرر، انت عشان تحكم تحرر، لا عشان يوجه الرساله للعبيد بتاع انه التانين قياداته عبيد العبيد. يتحرر اول حاجه واتحداك هسه، امشي قول هسه اتحداك واتحدى اي قياده في دارفور يطالب برهان باعتذار ولا يطالب حميدتي باعتذار. اتحداك هسه، انا بتحداك واتحدى القيادات الدارفوريه دي كلها، لكن ما بتقدروا ليه؟ لانكم ارزغيه يعني، مصاصين دماء عايشين على دماء اهلكم يا اخي. يا راجل اخجلوا يا اخي، أخجلوا. 600 حركة، 180 معسكر. إنت لو ما أغضب كيفين يا أخي؟ أنا بغضب، أغضب من أجل بتتاجروهم وبتقتلوهم هناك عشان الزيك ده، ولا عشان مني بتاعك، ولا جبريل بتاعك يعمل له شركات، ولا الطائر حجر، ولا زعيط، ولا معيط يعمل له شركات ويخط أولاده في حتة، وإنت قاعدين المساكين هناك في المعسكرات بيموتوا ويكتل فيهم حميدتي، وانت عينك في حميدتي ما بتقدر ترفعها، ولا عينك في برهان بتقدر ترفعها. تجي تقول لي شنو؟ لما تبقى راجل تملى يمينك والرجل حر، ما تبقى راجل مستعبد، خليك حر. وبعدين ما في انسان يا راجل، انا بفتخر باصلي مهما يكون، بفتخر. العقدة دي خلوها، وشفناكم هنا ده، شفناكم عندكم عقدة. إذا الإنسان يا جماعة، الإنسان لو ما تخلص من العقد بتاعته دي مشكلة. شفناكم بتبكوا وتسووا، أول ما الواحد يكون والله سبحان الله، أيوة مع أم الجيش يا زول، ومع أي زولنا، مع أي زولنا. شفت مجتمع دارفور ده في نصه التعوير. انت عشان كده انا بقول لك لما بتكلم انت ما فاهم الحاجات دي، لكن احنا عشان نفتح لك ذهنك ده، عشان تتحرر تبقى انسان حر عندك اراده. لكن انت عندك عقده لسه. وشفنا اولادكم هنا بيعملوا شنو؟ المساكين نساء من دارفور، عشان ما بتخجل انت، نساء دارفور هنا بتسولوا في المغابر، في مغابر 6 اكتوبر. نساء دارفور المساكين يتسولوا في المساجد في 6 اكتوبر في المغابر، تمام. والروابط المجتمعية بتاعتهم عايشين أحسن عيشة. لا نتكلم في دارفور غصبا عنك، دارفور دي السودان عارف،
وانت ده تعامله ده زي ما اذاني انا في السودان اتكلم غصبا عنك. ده ما ده كده غصبا عنك لو عجبك والكلام ده تنقله لناسكم هناك. واحد دم نور رشيد يا اخوي فخامتك ده والله فخامه زولك فخامتك ده ذاته اكبر كارثه. ربنا زي ما يقولوا خليك مع فخامتك. ما انتوا طبعا انا ما قادر اقول لك شنو يعني، لكن يلا. طيب يا جماعه احنا كشعب سوداني في حاله زي دي نعمل شنو؟ الان كل الناس ضدنا، وبعدين الناس ما تفرح، ما يقعدوا يغشوك بتاع انقحت القطيع بتاع قحتي ولا القطيع بتاع التانين ده، ويقول لك ما عارف اليونانيست وما عارف حمدوك وما عارف وجبريل كلهم كده، كل الناس دي كلهم عملاء، ما فيهم زول كويس، كلهم عملاء يا جماعة. أن احنا كشعب سوداني يبقى ديل عدانا. شوف يا جماعة انت ما بيجيك الضربه الموجعه بيجيك من 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 الداخل، وديل اعدانا، ديل اعداء الشعب السوداني، اعداء الثوره السودانيه، اعداء الدوله السودانيه، ديل وكلاء لدول اخرى دارين يسلموا الدوله السودانيه ويفتفتوها ما بين دول اخرى. اذا ان احنا شعب سوداني دارين نتحرر وغصبا عن الامم المتحده وغصبا عن كل المنظمات الدوليه.